بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، هل المراد بقول الإمام استووا واعتدلوا يعني استقامة الصف واعتداله، أم أنه متضمن لسد الفروجات وإلصاق القدم بالقدم والمنكب بالمنكب؟ وما صحة الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لتسوون بين صفوفكم أو لا يخالف صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم، الله بين قلوبكم، هذه وجوهكم بين وجوهكم، هذه المسألة أصبحت بين تفريط وإفراط، نرجو التوضيح والله يحفظكم والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يجب أن نعلم أن على الإمام مسؤولية وهي تسوية الصفوف، علي أن يسوي الصفوف بأمر الناس بذلك، وإذا لم يمتثلوا تقدم هو بنفسه إلى من تأخر عن الصف أو تقدم ليعدله، لأن نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يسوي الصفوف كأنما يسوي بها القداح، وكان يمر بالصف يمسح المناكب والصدور ويأمرهم بالاستواء، ولا أدري هل الناس يعملون هذا اليوم أم لا. الجواب لا، بل لو يرى الناس إماما يفعل هذا لصاحوا به، ولكن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع. المهم أن على الإمام أن يعتني بتسوية الصفوف، فيلتفت يمينا ويستقبل الناس بوجهه، ويلتفت يسارا ويقول سووا صفوفكم، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، تراصوا، سدوا الخلل، كل هذه الكلمات وردت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. خرج يوم من الأيام بعد أن عقل الناس عنه تسوية الصفوف وصاروا يسوونها، فرأى رجلا باديا صدره يعني متقدما بعض الشيء، فقال عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، وعيد ومخالفة الله بين الوجوه قيل فيها معنى يعني. إما أن الله يدير وجه الإنسان يكون وجهه إلى كتفه والعياذ بالله، وإما أن المراد لا يخالف أن الله بين وجهات نظركم فتفترق القلوب وتختلف، لقوله لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وأيا كان، سواء لي الرقبة حتى يكون الوجه إلى الجانب إلى جانب البدن، أو أن المراد اختلاف القلوب، كلها وعيد شديد. وهذا يدل على أنه يجب على الإمام أن يعنى بتسوية الصف، لكن لو التفت ووجد الصف مستقيما بالتراص والتساوي في المكان، هل يقول استووا أو لا يقول؟ الظاهر لي أنه لا يقول، يعني مثلا لو كان وراءه رجلان فقط التفت وإذا هما متساويان ومتراصان وعلى الوجه المطلوب، فلا حاجة أن يقول استووا، لأن هذه كلمة لها معناها، ليست كلمة تقال، ليست كلمة عابرة، لها معناها. الإمام إذا قال استووا ورآهم لم يستووا يجب أن يعيد القول، وألا يكبر إلا وقد استوت الصفوف. ألم تعلموا أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وكذلك عثمان لما كثر الناس جعل وكيلا يمر بالصفوف يسويها، حتى إذا جاء وقال إنها استوت كبر؟ وكل هذا يدل على عناية الشرع بتسوية الصف. نعم.
نعم، إلصاق القدم بالقدم والمنكب بالمنكب لأمرين: الأمر الأول التسوية، والأمر الثاني سد الفرج والخلل. لأنك إذا فتحت بينك وبين صاحبك فرجة جاءت الشياطين ودخلت مع هذه الفرج ولبست على الناس صلاتهم. في سؤال عندك؟ بعض الأحيان الشق الأول من الصف في الصلاة يكون أكثر من الجهة اليسرى، يقوم الإمام بتعديل الصف، ما رأيك؟ رأيي أن هذا صواب. يعني أحيانا يأتي المأمومون ويصفون في يمين الصف ويطول، وتجد اليمين فيه 30 رجلا واليسار فيه 5 6، هذا لا ينبغي، وله أن يعدله، وذلك لأن اليمين أفضل من اليسار مع التساوي أو التقارب كرجل أو رجلين مثلا، أما مع التباين العظيم فلا. ويدل لهذا أنه كان في أول الأمر إذا كانوا ثلاثة صار الواحد على اليمين وواحد على اليسار في أول الأمر، ثم نسخ هذا وصاروا الثلاثة، وصار الثلاثة يتقدمهم إمامه، فدل ذلك على أن اليمين ليس أفضل بكل حال. ولو كان أفضل بكل حال لقلنا إذا كانوا ثلاثة يكون كلا الرجلين عن يمين الإمام. ثم إن الحديث الدال على الترغيب في الدنو من الإمام أيضا تؤيد ذلك، فلهذا لا حرج على الإمام أن ينبه الناس ويقول إذا كان الصف اليمين الأيمن طويلا يجمع اليسار. هذا إذا قلنا بأن حديث وسط الإمام ضعيف كما هو معروف عند الوجه، أما إذا كان صحيحا فالأمر واضح أنه يوسط الإمام. نعم. إذا كنت إماما ورأيت أكثر المأمومين في أيسر الصف وقد تركوا الأيمن، فهل أقول لهم اعدلوا الصف الأيمن؟ نعم، إذا كنت إماما ورأيت الناس منحازين إلى أحد الجانبين الأيمن أو الأيسر بفرق واضح، فقل لهم ايتوا إلى هنا حتى يكون أيمن الصف وأيسر الصف متماثلا أو متقاربا، سواء الأيسر أو الأيمن. أي نعم، نقول العشرة هي جمكم اثنين صنب اليمين أو ثلاثة أحسن، لأن الأيمن أفضل إذا تساوى مع الأيسر. نعم. وإذا لم يفعل ذلك على الإمام شيء ذلك؟ إذا أمرهم ما أظنه لا يفعل أبدا، لأن الإمام إمام مطاع، وإلا وش الفائدة من أن يقول السو اعتدل؟ وش الفائدة من هذا؟